بعد سنوات من القتل والسلب وتنفيذ الاعتقالات وأعمال الخطف بقصد طلب الفدى المالية، تنتفض حركة رجال الكرامة بوجه جماعة راجف الحوت الذراع القذرة لشعبة المخابرات العسكرية التابعة لميليشيات الأسد لتسيطر الحركة على جميع مقار الفلحوت وتقتل وتأسر معظم عناصره. فما هي شدة الصفعة التي تلقتها مخابرات الأسد في السويداء؟ وما هي استراتيجية الوريث المقبلة في التعامل مع أبناء المحافظة؟ السويداء واستراتيجيات الإخضاع الأسدية الفاشلة. مع بداية الثورة السورية لم تتوانى ميليشيات الأسد عن قمع السوريين وقتلهم بمختلف الطرق والأساليب، لكن السويداء كانت استثناء من ذلك، فالمحافظة التي يشكل أبناؤها أغلبية من طائفة الموحدين الدروز لن تنجح معها نفس أساليب التنكيل المتبعة في باقي أجزاء البلاد، وإلا ستسقط شماعة حماية الأقليات التي لطالما رفعها نظام الأسد، وبذلك سيخسر الأخير ورقة دعائية يشهرها في وجه المجتمع الدولي. وهكذا كان للمحافظة نصيب مختلف من أشكال التنكيل لثني أهلها عن المشاركة بكثافة في ثورة السوريين ضد الظلم والطغيان. لم يتأخر شباب السويداء عن نداء الثورة، وخرجوا بمظاهرات منذ العام 2011 للمطالبة بإسقاط الأسد، فرد الأسد على المظاهرات بأقذر الأساليب كعمله على تأجيج فتنة بين أبناء السويداء وجيرانهم في محافظة درعا مهد الثورة السورية. فقتل الأسد واختطف العشرات من أبناء السويداء وألصق التهمة بثوار درعا، ثم قام بقصف محافظة درعا من قواعد عسكرية موجودة في السويداء، ليصبح المشهد الذي رسمه الأسد كالتالي: ثوار درعا يخطفون ويقتلون أبناء السويداء، وأبناء السويداء يقصفون المدن والقرى في درعا. لكن سرعان ما اكتشفت مساعي الأسد، ونجح أبناء حوران سهلا وجبلا بتجنب الانزلاق إلى اقتتال الأخوة. حرمت السويداء منذ بداية الثورة السورية بشار الأسد من الاستفادة منها كخزان بشري لميليشياته، فامتنعت غالبية العائلات عن إرسال أبنائها للخدمة في ميليشيات الأسد والمشاركة في قتل السوريين بالمحافظات الأخرى. تشير التقديرات أن ما بين 30 و40 ألف شاب من محافظة السويداء رفضوا التجنيد الإلزامي في هذه الميليشيات. لكن بعد استنزاف ميليشيات الأسد بفعل الانشقاقات والمعارك مع حلول العام 2013، بدأت حملات مداهمة للمنازل بحثا عن المطلوبين للخدمة العسكرية في محافظة السويداء، حملات كان الرد عليها بتشكيل حركة رجال الكرامة بزعامة وحيد البلعوس لمنع الأسد من اقتياد أبناء السويداء لقتال إخوانهم السوريين. اللي بده يروح الله يهون عليه، من ما حدا، بس نفس الوقت جبر كنا قبل ممنوع الفوت على البيوت، واخذت المتخلف عن الجيش من بيته، لسه اليوم لا من الطريق ولا من بيته ولا من السفر ولا من عملاً على احتواء زيادة شعبية حركة رجال الكرامة، بدأ الأسد ومن ورائه إيران بالعمل على تشكيل ميليشيات محلية داخل السويداء. نجحت المخابرات العسكرية الأسدية باستمالة بعض أبناء المحافظة بالمغريات المادية وتوفير الغطاء لهم للقيام بأعمال التهريب وتصنيع المخدرات، فقويت بذلك شوكة ميليشيات عديدة مثل ميليشيا الدفاع الوطني وحزب الله السوري وميليشيا الحزب السوري القومي الاجتماعي وكتائب البعث وميليشيا جمعية البستان التي نشطت تحت غطاء العمل الإنساني الخيري. لكن وعندما لم تفلح كل هذه القوى باحتواء مد حركة رجال الكرامة، تم اللجوء إلى اغتيال مؤسس الحركة وحيد البلعوس بانفجار استهدف سيارته في أيلول سبتمبر عام 2015. اليوم لما الله تلطف والله تعالى دارك باللطف، ولا كان حدي وغرائي ويقف بطيقة مسلم ظهري، هذا زلمت بشار الأسد، زلمت وفيق ناصر، زلمت علي مملوك، قد علمنا قرارتكم بتصفيتنا، ونعلمكم بأن أرواحنا وأرواحكم بيد علي المقتدر، فافعلوا ما شئتم، أعلم شغلكم يعني. محيو. 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 محيو.
لم تنتهي حركة رجال الكرامة بعد اغتيال مؤسسها وحيد البلعوس، بل استمرت بعده بقيادة أخيه رأفت. ثم ومنذ عام 2017 أسندت القيادة للشيخ يحيى الحجار، وبقيت الحركة حاجزة أمام كل محاولات الأسد في فرض التجنيد الإجباري على شبان السويداء. فلم يبقى لبشار الأسد إلا وضع أهالي السويداء أمام خيارين، إما الكي بإرهاب داعش أو الإذعان لمطالب الأسد جميعها، وعلى رأسها تسليم الشبان للخدمة في صفوف ميليشياته. أبرم أسد اتفاقاً مع تنظيم داعش ينص على خروج حوالي 1000 عنصر من التنظيم من داخل مخيم اليرموك بدمشق على أن تكون الوجهة نحو تخوم محافظة السويداء. وبالفعل نفذ الاتفاق في أواخر شهر أيار عام 2018، وفي أواخر شهر تموز استجمع عناصر داعش قوتهم وشنوا سلسلة تفجيرات في السويداء وريفها الشرقي، وبدأوا هجوماً كبيراً مباغتاً على القرى الواقعة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، ما تسبب بمقتل 250 شخصاً من مدنيين ومقاتلين متطوعين من أبناء المحافظة لصد الهجوم، إضافة إلى اختطاف 36 مدنياً على يد عناصر التنظيم. أجرت قوات الاحتلال الروسي مفاوضات مع عناصر داعش تكللت بالإفراج عن المختطفين، لكن بشار الأسد ادعى أنه هو من حرر الأسرى عبر إعلامه، محاولاً استغلال اللحظة كي يصل إلى غايته. هو أولاً دعم الجيش من خلال الالتحاق بالجيش، لو كانوا كل الناس ملتحقين كان الجيش بيتواجد بكل المناطق. تنطلق بين الحين والآخر مظاهرات في محافظة السويداء للمطالبة بإسقاط النظام والتنديد بفساده، لكن النظام يفضل الرد على هذه المظاهرات بالاعتماد على ميليشيات محلية تعمل لصالح فرع المخابرات العسكرية أو إيران وحزب الله، كجماعة راجف الحوط التي تعمل على تحقيق جميع مصالح ميليشيات أسد، كزرع فتنة بين العائلات الكبرى في المحافظة وتنفيذ عمليات القتل والخطف مقابل الفدى المالية، إضافة إلى إدارة شبكات تصنيع وإتجار المخدرات، حيث كشفت الحملة الأخيرة على مقر الفلحوط وجود آليات تصنيع للمخدرات داخلها. وتبقى قضية تأجيج الصراعات مع أهالي الجارة درعا من أخطر نشاطات فلحوط، الذي لطالما نفذ عمليات اختطاف بحق أبناء سهل حوران. تطوي اليوم السويداء صفحة من صفحات حرب الأسد عليها، وتتمكن من كسر ذراع قذرة مدت على أبناء الجبل. فما هي الاستراتيجية المقبلة لميليشيات الأسد على طريق إخضاع المحافظة؟ وكيف سيكون شكل رد أبناء الجبل؟ أسئلة لا يمكن التكهن بإجابات عنها نظراً للعقلية الإرهابية التي تحكم قصر المهاجرين، والرفض القاطع لأبناء الجبل في أن يكونوا خزاناً بشرياً لصالح ماكينة القتل والتنكيل الأسدية.